السلام عليكم تلاميذي الأحباء، اليوم نلتقي في الجزء الثالث والأخير من القسم العشرية. كنا شفنا في الجزء الأول الفرق بين القسمة الإقليدية والقسمة العشرية. في الجزء الثاني شفنا القسمة العشرية لما يكون حاصل القسمة تاعها قيمة مضبوطة وقيمة غير مضبوطة. أما اليوم في الجزء الأخير راح نشوفوا لما تكون القيمة الغير مضبوطة كيف تحول إلى القيمة المقربة، وكذلك نشوفوا معها المدور. نبدأ بإذن الله. عندنا السؤال تاع اليوم، أنجز العملية التالية واكمل الجدول. عندنا عمليتين للقسمة، العملية الأولى والعملية الثانية، ننجزوها مع بعض. عندنا هنا 17.5 قسمة 1.5 عدد عشري. المرحلة الأولى يعني المهمة هو التخلص من الفاصلة. حتى نتخلص من الفاصلة عندي عدد واحد بعد الفاصلة، إذا أضرب العدد العشري في 10، في 10 في كلتا الجهتين، القاسم والمقسوم. إذا 17.5 في 10 تصبح عندنا 175، 1.5 في 10 تصبح عندنا 15. ننجز العملية بطريقة عادية، عندنا رقمين، نأخذ رقمين 17 قسم 15 واحد، 1 في 5 5، 1 في 1 1، عملية الطرح. 7 ناقص 5 2، 1 ناقص 1 0. ننزل الرقم الموالي أصبح عندنا 25 قسمة 15 واحد كذلك، 1 في 5 5، 1 في 1 1، عملية الطرح. 5 ناقص 5 0، 2 ناقص 1 1، عندنا الحاصل 11 والباقي 10. نكمل العملية بوضع فاصلة في الحاصل ونضع الصفر أمام الباقي، أصبح عندنا 100 قسمة 15 6، 6 في 5 30، 0 معنا 3، 6 في 1 6 و 3 9، إذا 100 ناقص 96 أصبح عندنا 100 ناقص 90 أصبح عندنا 0 ناقص 0 0، 10 ناقص 9 1. كذلك عندنا نفس الباقي 10، نضيف 0 ونكمل العملية أصبح عندنا 6 كذلك، 6 في 15 90، 100 ناقص 90 عندنا كذلك 10، نضيف الصفر ونكمل. دائما نفس الباقي يتكرر ونفس العدد بعد الرقم بعد الفاصلة يتكرر، إذا تصبح عندنا 11.666، وأكمل العملية نفس الباقي وكذلك نفس 6 أخرى إلى آخره. لا هي عملية غير منتهية. نشوف القسمة الأخرى، عندنا 39.8 قسمة 0.06. هنا عندنا في القاسم رقمين بعد الفاصلة، في المقسوم عندنا رقم واحد بعد الفاصلة. للتخلص من الفاصلة نضرب في 100، في 100 لكلتا الجهتين. إذا لما نضرب 0.06 في 100 تصبح عندنا 6، نزيح الفاصلة بمرتبتين. 39.8 نضربها في 100 تصبح عندنا 3980. إذا نقوم بعملية القسمة بطريقة عادية. عندنا رقم واحد نضع عدد واحد، رقم واحد من الجهة الأخرى، 3 قسمة 6 لا نستطيع، عندنا رقمين 39 قسمة 6 6، 6 في 6 36، نقوم بعملية الطرح. 9 ناقص 6 3، 3 ناقص 3 0، ننزل الرقم الموالي 8، أصبح عندنا 38 قسمة 6 6، 6 في 6 36 نطرح، يبقى معنا 2. 8 ناقص 6 2، 3 ناقص 3 0، ننزل الرقم الموالي أصبح عندنا 20 قسمة 6 3، 3 في 6 18، نطرح 20 ناقص 18 2، نفس الباقي نضيف الصفر ونضع الفاصلة. 20 قسمة 6 3، 3 في 6 18، 20 ناقص 18 2، نضيف الصفر ونكمل العملية كذلك تصبح عندنا 3، 3 في 6 18 نفس الشيء، 20 ناقص 18 يصبح معنا 2. هنا العملية تتكرر مرة أخرى، دائما رقم 3 بعد الفاصلة ودائما في الباقي عندنا 2. في هذه الحالة تسمى القسمة بالقسمة الغير القيمة غير مضبوطة، ليست هنا قسمة عشرية. عندها لماذا؟ لأن هنا القيمة المقربة إلى الوحدة، إلى الوحدة بالنقصان. إذا نأخذ الجزء الصحيح فقط، الجزء الصحيح هو 11، نكتب 11. أما إذا طلب منا بالزيادة 11 زائد 1 يصبح عندنا 12. نفس الشيء القيمة المقربة إلى 0.1، حنأخذ رقم 1 بعد الفاصلة، الجواب عندنا 11.666. إذا طلب منا القيمة المقربة إلى 0.1 يعني 1 من 10، يعني حنأخذ رقم 1 بعد الفاصلة للأعشار، تكتب نكتبه 11.6. بالزيادة نضيف رقم 1 للأعشار يصبح عندنا 11.7.
اما القيمه المقربه الى 0.01 معناتها راح ناخذ رقمين بعد الفاصله، بالنقصان نكتب 11.66، اما بالزياده سنضيف رقم واحد الى جزء المئات، الجزء عندنا العشر وجزء من مئة، اذا اصبح عندنا 11.67. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. قلنا اذا الحاصل هو 11.666 الرقم سيتكرر، حنا خذينا ثلاث ارقام بعد الفاصله فقط. اذا طلب منا القيمه المقربه الى الوحده ناخذ الجزء الصحيح فقط، نستغني عن الجزء العشري، بالنقصان نكتب 11، بالزياده نضيف رقم واحد. اذا طلب منا القيمه المقربه الى 0.1 بالنقص راح ناخذ الرقم واحد بعد الفاصله 11.6، اما بالزياده نضيف رقم واحد الى الاعشار. نفس الشيء القيمة المقربة إلى 0.01 يعني رقمين بعد الفاصلة، حناخذ رقمين بعد الفاصلة، بالنقصان نكتبها كما هي، أما بالزيادة نضيف واحد إلى جزء من المئة، يصبح عندنا 11.67. نفس الطريقة حنقوم بها في القسمة الثانية. الجواب الحاصل كان 663.333 إلى آخره، إلى ما لا نهاية. إذا القيمة المقربة إلى الوحدة حناخذ الجزء الصحيح فقط 663، أما بالزيادة نضيف رقم واحد إلى الوحدة يصبح عندنا 664. أما القيمة المقربة إلى 0.1 بالنقصان ناخذ رقم واحد بعد الفاصلة كما هي مكتوبة، نكتب 663.3، بالزيادة نضيف رقم واحد للأعشار تصبح لنا 663.4. أما القيمة المقربة إلى 0.01 ناخذ بالنقصان رقمين بعد الفاصلة كما هي مكتوبة 663.33، بالزيادة نضيف رقم واحد إلى جزء من 100 يصبح عندنا 663.34. إن شاء الله تكون لحقت المعلومة وفهمتوها. أما الآن حنبحث عن المدور. المدور لما يكون عندنا حاصل القسمة حاصل القسمة 11.666 11.666 المدور هو 12. لماذا؟ لأننا دائما ننظر بعد الفاصلة، إذا كان الرقم أكبر أو يساوي أكبر أو يساوي من 5. إذا 11.6 هنا 6 راهي أكبر من 5، إذا نضيف رقم واحد إلى الوحدة يصبح عندنا المدور هو 12. حاصل القسمة 39.8 على 0.06 الجواب هو 663 663.33. إذا ننظر للبحث عن المدور، ننظر إلى الجزء الأعشار، إلى الرقم الأول بعد الفاصلة. الرقم 3 أصغر من 5، إذا تبقى الوحدة كما هي، المدور يصبح 663. عندما يكون الجزء من 10 أكبر من 5، من 5 6 7 8 9 نضيف رقم واحد إلى الجزء الصحيح. أما إذا كان الرقم الأعشار أصغر من 5 4 3 2 1 نأخذ الوحدة كما هي، يعني تكون كما هي، لا نضيف أي رقم، نضيف بعد 5 نضيف واحد للجزء الصحيح، تحت 5 لا نضيف. إن شاء الله تكون لحقت المعلومة. إلى الملتقى بإذن الله في فيديوهات أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.